يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حجز المكان في المسجد من بعد صلاة العصر ثم يذهب ولا يأتي إلا عند أذان المغرب، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان المسجد فيه ناس ويجيه ناس بعد العصر فلا يجوز له حجز المكان عنه، أما إذا كان الناس ما يجون إلا إذا أذن المغرب فله ذلك، لكن يبادر لا يتأخر، يبادر يجي قبل الأذان ومع الأذان. نعم.